اليوم غادي نتكلموا على الدهون ديال البطن. شنو هي الانواع ديال الدهون ديال البطن؟ وقتاش كنقدروا نقولوا راه عندي الكريشه؟ شنو هي الاسباب اللي غتخلي السيده انه تكون عندها الكرش منفوخه او الكرش او البطن بارز؟ هذا الشيء اللي كيخلق لها يعني قلق مع الجسم ديالها، مع المحيط ديالها، ما كتلبش على خاطرها. وكنعرفوا بانه احنا النساء كنتعرضوا في حياتنا لبزاف ديال المراحل اللي كاينة، المرحلة ديال المراهقة، البلوغ، من بعد ربما كتجي الفترات ديال الدورة الشهرية، كاين الحمل، كاين الولادة، كاين الرضاعة، كاين بزاف ديال الأمور والتغيرات الهرمونية اللي ممكن حتى هي تكون سبب أنه البطن تبان. فمرحبا بك اليوم معنا للا باش طرحي كل الأسئلة ديالك اللي انت سبق لك وجربتي طريقة من الطرق العلاجية ولا التجميلية باش أنك تخلص من الكرش. إلا كتقلبوا اليوم على طرق بديلة من غير الجراحة اللي غتعاونك لأنك تحصلي على واحد الوزن اللي غادي نقدروا نقولوا عليه صحي، لأنه المثالي كل واحد والجسم ديالو، كل واحد والشكل ديال الجسم ديالو، فما كاينش شي حاجة اللي مثالية. فمرحبا بك لالا باش توصلي معنا ومع ضيفتنا صوفيا بن سودة، أخصائية في الترويض والعلاج الفيزيائي والتخصيص الطبي. صوفيا بن سودة، صباح الخير، أخبارك؟ لاباس عليك. صباح النور، لاباس عليك. كي دايره مع الصحه؟ الحمد لله، شكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. وكنوجه ايضا الدعوه لكل اخوات اللي كيتابعونا على اصوات. حنا اليوم لاله كيف ما جرات العاده غنفتحوا لك المجال انك تواصلي على 05 22 77 24 24، او ممكن تواصلي معنا ايضا عبر الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. البطن الا كانت باينه وبارزه كتخلق لنا مشكل صوفيا. بالنسبة لنا عندي الكرش، إذن عندي دهون زائدة وعندي شحمة زائدة في البطن ديالي. نعم، هادشي اللي كاين، هذا هو التفسير. أولا كاين شي تفسير علمي آخر؟ بصفة عامة نقدر نقول كاين تفسير علمي آخر. ألوغ بالنسبة لهذا المشكل هذا ديال الكرش، يعني الكرش وديال الشحمة اللي تتكون في الكرش، فهي مشكل غنقول لك الناس كلهم تيعانوا منه، الأكثرية ديال الناس، لا نساء ولا رجال، تيعانيوا من هذا المشكل هذا ديال الدهون في البطن، واللي تيمكن له يعني مع الوقت يمكن له حتى يسبب بعض المشاكل الصحية. نعم، طيب ملي كنتكلموا على الدهون في البطن قلتي كاين أسباب مختلفة، ونبغيت نبدأ من المرحلة ديال المراهقة، البلوغ، ديال التغيرات اللي كتوقع في الجسم ديال المرأة. فحتى في هذه المرحلة هذه ممكن البنت تبان عندها الكرش بسبب التغيرات الهرمونية؟ ممكن، ولكن بصفة عامة تكون مشكل ديال الكرش يعني مع الوقت، من بعد بطبيعة الحال واحد الشابة اللي هي واخا مازال صغيرة وما عندهاش مثلا واحد الحميه اللي هي متوازنه، حنا تنعرفوا هاد الشباب اليوم مالوغوزمون الاكل السريع تيكثروا من الدهنيات السكريات، وبالتالي تيمكن لهم يعانيوا من هاد المشكل هذا. ولكن بصفه عامه المشكل ديال البطن تيكون بطبيعه الحال عند النساء، للمراه اللي تتكون عاد ولدات، او للمراه اللي تتكون يعني في لا بيريود ديال لا مينوبوز، ولا يعني تفهد المرحله هذه ممكن تبان الكريشه وتخرج تماما. بالنسبه لهاد الشحمه اللي تتكون في الكرش، خصنا نعرفوا انه تتكون ما كاينش شكل واحد ديال لوغرا اللي تيكون عندنا في البطن. كاين هذاك لوغرا اللي تيتسمى سوكوتاني، اللي هو تيكون تحت الجلد، واللي هو سي دو غرا بلون او لا غريس بلانش، وكاين شحمه بيضاء وتتكون هذاك اللي هي صعيبه بزاف، هي لوغرا فيسيرال، اللي هي هذاك الشحمه اللي تتكون دايره يعني بالجهاز الهضمي، تتكون يعني باطنيه، تتكون الداخل. هذه طيب تتكون عند النساء وعند الرجال. طيب باش نفهم من كلامك صوفيا بانه كاين الطبقه الاولى اللي من مورا الجلد مباشره كتكون فيها الشحمه البيضاء. نعم، واش هذه سهله نحيدوها؟ هذيك سهله نحيدوها، وتيمكن لها بغيتي اوتوشي، يعني كيمكن الانسان كونطون بال ملي كتقيسها تتقيسها تتحس بها تتحرك. هذيك هي لو غرا اللي تيكون سوكوتاني، لا تتكون تتحرك. ايوا، وهذه شنو سهله زعما اننا نزولوها؟ كتكون عندنا كاملين عاديه تكون
هذه تكون، ولكن حنا يعني الانسان تيحاول يعالجها لا هي لا هاد الشحمه هذه ولا الشحمه الاخرى، بجوجهم تيكون عندهم الطرق ديال المعالجه. غير الانسان تيخصو من الاول يحاول يعني يفطن يشوف، غير يشوف الانسان بدالو هذاك لو غرا اللي تيكون عندنا بطبيعه الحال. هو باش نتفاهموا لو غرا سوكوتاني ولا لو غرا يعني كيخصنا، ولا بدا الانسان كامل كيخصو تكون عنده شويه ديال الشحمه، لان انه بروتاج يعني تتكون هذه عاديه تتكون يعني داخله في التكوين ديال الجسم ديالنا، غير هي ما خصهاش تكون يعني مفرطه. فبالتالي الانسان ملي يشوف راسو بدا داك لو غرا عنده بدا يكون كثير، تيخصو يحاول انه يعني يبدا يتفادى هذا المشكل هذا، وعاد غنهضروا من بعد على الطرق وكيفاش يمكننا نتفاداو هذا المشكل. نعم طيب نمشيو للشحمه اللي قلتي كتكون داخل ودايره بالامعاء وكتكون كنظن انه حتى السمك ديالها يعني تيكون كبير شي شويه. طبيعه الحال واش هذا النوع ديال الدهون مرتبطه بالتغذيه مباشره او لا ربما حتى التغيرات الهرمونيه؟ شنو السبب اللي كيخليها تبان وتكون يعني منظرا تزعج صاحبها السيده اللي عندها ولا السيد اللي عنده ما تيكونش مرتاح في الجسم ديالها؟ ايوا بطبيعه الحال هذه مناش كتجي تتجي من يعني تتكون واحد لا سيدونتاريتي، تيكون الانسان يعني ما تيمارش الرياضه، تيكون يعني الماكلات المفرطه ديال الدهنيات ديال السكريات، واحد العدد ديال المسائل، ومع الوقت كتبقى تتكون بشويه 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 بشويه. نعم تيلي وذكر اسمحي لي صوفيا بن سوده، وذكر المستمعات ديالنا انكم ممكن تواصلي معنا لالا دائما على اصوات رقمنا المباشر 05 22 77 24 24. حنا معاك لالا ايضا على الفيسبوك باش تطرحي كل الاسئله ديالك. لالا اليوم كتعاني من بطن بارز، كتحسي براسك عندك الكرش ما كانتش عاد ولات ولدتي والكرش ما بغاتش تزول، شنو هي افضل طرق العلاج؟ هذا هو الموضوع اللي كنتكلموا فيه اليوم. انت شنو اللي سمعتي؟ شنو اللي نصحوك به الناس؟ شنو الحاجات اللي ربما جربتيهم في العلاج ولكن ما عطاوش نتيجه؟ حنا هنا باش نجاوبوا على كل الاسئله ديالك ونوضعوك لالا حتى في الطريق الصح البداية ديال العلاج، لانه الكرش ربما في الاول كتبان لنا المساله شكلا ومنظر ما عجبناش، ولكن هادشي راه مع الوقت ممكن انه يتطور لمشاكل صحيه. غادي نذكر بالرقم مره اخرى 05 22 77 24 24، هذا الرقم المباشر. اذكر ايضا معكم عبر الفيسبوك ممكن تنضموا لنا طرحوا الاسئله ديالكم، راديو اصوات باج اوفيسيال مرحبا بالجميع. طيب دكتورة كاين اليوم بزاف الناس اللي مثلا كيختار طريق يمكن السهل ديال شفط الدهون، كاين اللي كيختار هاد الطريق هادي، وكاينين الناس اللي كيفضلوا انهم يديروا علاجات اخرى. فاليوم العلم والطب شنو كيقترح علينا في هذا المجال للتخلص من الدهون بطريقه سهله ونقدروا نقولوا بالنتيجه سريعه وبدون اضرار جانبيه؟ نعم كيف قلتي كيف ما قلتي كاين هاد الطريقه ديال الشفط ديال الدهون، وكاين الناس اللي ما تيبغيوش يلتجؤوا لهاد الطرق هذه. اللي كيخاف كاين اللي ما كيزعمش اللي وضعه الصحي لا يسمح. نعم تماما. فاللي ما بغاش يوصل هذه خصو لهاد الطريقه هذه ديال الشفط، تيخصو يبدا اول حاجه تكون عنده واحد الحميه يعني واحد ليجين اليمونتير اللي كتكون هي كوريكت، فتيخصو يبدا يتجنب يعني الدهنيات السكريات، وتيخصو كذلك تكون عنده واحد يمارس واحد الرياضه. هاد الرياضه هذه عندها عده اشكال. شنو هي؟ الا بغى يعني هذاك الدهون الباطنيه فتيخصو يكون عنده كيمارس لو كارديو. لو كارديو مهم بزاف. كاين واحد الطرق ديك الساعات حنا كمرودين كنوريهم شنو هي الطريقه اللي يمكن له الرياضه، ماشي اي رياضه غيمارسها، الرياضه اللي يمكن له يمارسها باش تكون عنده واحد يعني باش يقدر يحارب هذاك لو غرا فيسيرال. هذيك الشحمه اللي كتكون دايره بالامعاء اللي كتكون سميكه. تماما. تيكون سكون ابيل دي زيكزيرسيس فراكسيوني، يعني تتكون يعني كي مثلا في واحد الوقت اللي هو وجيز غادي يعني يكون عنده واحد الرياضه اللي هي اسي انتونس، وعاوتاني عاود ينقص، يعني كتكون فراكسيوني. ما كنقولوا خصو يعطي الجهد في الرياضه. ماشي فورسيمون الجهد، يعني كتكون سو سونس سابيل دي زيكزيرسيس فراكسيوني، يعني تيكون في واحد مثلا في مده نص ساعه مع الكوتش ديالو او اللي كنوريه كيفاش يدير، تيكون فراكسيون يعني غادي يجهد ويعاود يقلل ويعاود يجهد ويعاود يقلل، تنوريه تيكون واحد التايمينغ يعني كنوريهم كيفاش يخدم. هذه الرياضه. طيب غادي نواصلوا معاك وناخذوا في نفس الوقت الاسئله ديال المستمعات معنا. سكينه من مدينه الدار البيضاء، صباح النور سكينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عافاك اختي، بغيت نسولك حيت انايا ولدت هذه 10 شهور الولاده الثانيه ديالي، والكرش ديالي عندي كرويه بزاف غونفلي.
ودرت الريجيم حياة السكر حياة الخبز. دابا يلا هديت واحد الصالح حيت انا ما عايشاش، انا عايشه في ليتخونجي، جيت للبلاد على علاقه بالولاد باش يعاونوني فيهم باش نمشي للرياضه. ومع ذلك الكر ديالي واخا ما تناكلش ديما كتبقى كرويه. ملي درت الغشاش كنسمع كيقول لك واقيلا عندك القيلول العصبي، نقولوا العصبي. ليكم عرفت شنو المشكل ديالي بالضبط، واش خاصني نشوف شي سبيسياليست، واش خاصني شنو خاصني ندير اكزاكتومون؟ واخا سو كاينه، سمحي لي، هادشي كان عندك في الولاده الاولى ولا لا؟ لا الولاده الاولى ولا الطبيعي ما داش لي هادشي كاع. الولاده الثانيه ولات سيزاريان وبقيت عندهم 15 جوغ، طرا لي واحد المشكل كبير حيت ما كنت كنمشي للطواليت ترانزيت، ما قدرت يعني جات القبط الحاد بزاف وكلشي بقات من فوق بحال كاع ما ولدت. واخا سو كاينه. ودابا انت دخلتي المغرب باش ديري الرياضه باش تضعافي. وشوف عندك غير بقاو يعرضوا عليك العائله صدقي، ما هذا هو المشكل كيفالي بزاف. واخا سو كاينه ان شاء الله يكون خير. هيا المختصه معك، تفضلي صوفيا. السلام عليكم سو كاينه. الوغ سكينه، بالنسبه لك على حسب انا ما فهمت، يعني في العمل تاع عمليه قيصريه في الولاده الثانيه داك. الوغ يمكن هذا المشكل هذا يوقع من بعد الولاده بسيزارين، فكتبقى الكرش اكثر من النساء اللي ولدوا يعني بطريقه طبيعيه. اولا انا اللي تنصحك هو تشوف واش عندك مشكل ديال البالونمون ولا ما عندكش. يقدر يكون عندك مشكل ديال انتفاخ ديال البطن. يعني شنو تمشي عند لا تشوف ان غاسترو ولا تشوف يعني ان سبيسياليست في هذا المجال هذا. وتيمكن تنصحها انا بانها دير دي دريناج لنفاتيك. لو دريناج لنفاتيك يمكن يساعدها باش يعني اللي هو الدريناج اللمفاوي، التدليك اللمفاوي اللي غادي يساعد كاسو كاينه بزاف باش هذاك يعني داك الانتفاخ اللي عندك في البطن ديالك يقل. واذا كانت عندك يعني كتحسب كاش قاصحه، فيمكن عندك مشكل ديال لو غرا، داك الشحمه اللي كتكون عند الشحمه ديالها قاصحه. باش يمكن لك تحدي هذا المشكل هذا، تنصحك باش دير يعني لا فيزيوثيرابي. فكاين المروضين مختصين اللي عندهم واحد يعني الالات اللي مختصه باش يعني بور كومباتر هذاك لو غرا اللي كيكون عندك اللي كيكون قاس هكاك. وكذلك تنصحك باش تكون عندك يعني تستمري في هذه الحميه الغذائيه اللي هي ديجا بديتيها، تستمري في هذه الحميه هذه وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. فهمتي الجواب سكينه؟ نعم. قلت لك واش فهمتي الجواب؟ لا فهمت مزيان. طيب ولا لا شوفي غير نقصي من العرضات ويكون الخير. لا صافي غادي نقص منه بزاف كنحاول. ان شاء الله يكون الخير سكينه. مرحبا بك. مرحبا. غير النصيحه اللي غادي نضيف على المداخله ديال صوفيا وكنظن غتفقي معايا، اليوم سكينه مني تبغي تمشي ديري هذا النوع ديال العلاجات الطبيعيه ولا الفيزيائيه ولا هاد الالات، نمشيو عند ذوي الاختصاص، نمشيو عند الناس اللي هما عندهم يعني آلات جودة مزيانة والناس اللي هما متخصصين في هذا المجال. ماشي في أي مكان وفي أي سنتر نقدر الإنسان يمشي يعطي الجسم ديالو، خصوصا بأنه أنت عندك واحد الوقت اللي هو وجيز باش أنك ترجعي إن شاء الله من بعد العطلة ديالك. فالله يسر الأمور. ياك صوفيا متفقة معايا؟ ناخذ خديجة من الدار البيضاء. أهلا وسهلا خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله خديجة تفضلي. انا اختي ولدت، انا دابا عندي ولدت والده ثلاثه المرات. الولاده الاولى ما بقاش ليا الكرش كانت عاديه، ودابا الولاده الثانيه بقات ليا الكرش لدرجه دابا اللي شافني كيسحبني حامله، وبقات لي واحد الخويه في الظهر الكرش. دابا ملي كنجلس كرشي كتطلق عليا مع السزري، وانا ماشي غليظه ولا شي حاجه ولا ضعيفه، ما غليظه يعني بين وبين، ولكن هذا الكرش بالنسبه لي مشكل. عندي اخر مره ولدتي خديجه 2006، اخر ولاده ليا 2006. من 2006 شحال عندك من عام؟ دابا انا 50 عام. 50 سنه. وكنت حرك زعما كنتمشى وداك الشيء، ولكن هذا الكرش انا بغيت شي حاجه طبيعيه في الدار، انا ما عنديش امكانيات باش نمشي على برا ولا عند شي مختص ولا حاجه، قلت لك انا ممكن شي حاجه في الدار هكا نديرها. لانك كحركات اللي ممكن انك ديريها، واخا هذا الكرش منفوخه بهالطريقه من 2006 او لا تزادت مؤخرا؟ كتزاد شويه الا تزادت، انا في الوزن كتزاد. واخا ولا ولكن واخا كنقص في الوزن كتبقى الكرش تبقى مرهله. واخا وبالنسبه للدوره الشهريه يعني باقا منتظمه عاديه ولا؟ لا انا صافي الدوره الشهريه شي عامين هادي ولا هذا صافي مشات.
طيب واخا خديجه تفضلي صوفيا. السلام عليكم لا خديجه. عليكم السلام. بالنسبه لهذا المشكل هذا اللي عندك ديال البطن فهو تنظن مرتبط حتى مع المشكل ديال لامينوبوز. هي ماشي مشكل غير هو شنو تيوقع مع لامينوبوز فهذوك الهرمونات كتبدا كتضطرب وكتضطرب وكتبدا كتنقص. فمثلا لي استروجين لا بروجيستيرون وبالخصوص الهرمون ديال الاستروجين. فالهرمون ديال الاستروجين هي اللي تتكون يعني بها باش يمكن السيده تيكون عندها لي ميوسكل مازالين قابطين وتيمكن كذلك يعني ما تتكون يعني هادشي مرتبط حتى بالانسولين فبالتالي دغيا المراه ملي كيكون عندها مشكل في لا مينوبوز دغيا كتبدا تغلط ودغيا كتبدا لا بو كترخى لان الكولاجين ما تيبقاش كيف كان يعني عدد المسائل لو ميسكل ديالها كيبدا تيترخى هادشي كله مرتبط كما قلت لك بالاستروجين. انت اول حاجه اللي خصك تعرفها هي انك خصك تمارس الرياضه بواحد الطريقه ماشي غير المشي يعني خصك دير الرياضه يعني يوميا تحاول دير واحد على الاقل واحد نص ساعه ديال الرياضه. اشنا هي الرياضه اللي غادي دير؟ خاصك دير لو رونفورسمون موسكولير يعني التقويه ديال العضلات ديالك لان كما قلت لك ف لا موسكولاتور العضلات ديال السيدات يعني تتنقص حتى يمكن لها توصل حتى 40% 50% ديال النقص ديالك كل عام كتنقص تدريجيا كتبقى ماشيه وكتنقص. فكومون لوتي كيفاش يمكن لك تواجه هذا المشكل هذا؟ على الاقل دير الرياضه. بالرياضه الرياضه عندك جوج طريقات اللي غدير يوميا شنو هي يعني الرونفورسمون موسكولير يعني التقويه العضليه ديالك وتتبعها بالكارديو تبعها بالكارديو هذه حاجه مهمه خصك ديرها تحاول انك ديرها يوميا. ثاني حاجه اللي غادي ديرها خديجة هي غادي تحاول الله يخليك تنقص من السكريات وتنقص من الدهنيات يعني تحاول ما امكن انك تنقص من يعني من لا كونسوماسيون ديال السكر وتا ديال الملح كذلك هذه حاجه مهمه بزاف خصنا نعرفوها. اضافه الرياضه كما قلت لها الرياضه وريتها الرياضه اللي غادي جوج طرق اللي غادي دير وكذلك غادي تحاول يعني في الدار ديالك يمكن لك يعني مادام قلتي ما يمكنلكش تمشي لعند اخصائيين تحاول دير واحد تدليك يوميا يعني بواحد الكريمات اللي تقدر تساعدك على انه داك الدهون اللي غادي تكون عندك باش تخلص منها بشويه. تبارك الله عليك خديجه حافظي على الصحه ديالك مارسي الرياضه بالطرق اللي شرحت لك المختصه والحركه لانه ضروري اليوم الانسان ما يتحرك سواء كانت مراه كان رجل حياتنا اليوم بالطبيعه ديالها والتغذيه ديالنا ولات كتطلب منا اننا نمارسوا الرياضه. غادي نوصل الترويد والعلاج الفيزيائي والتخصيص الطبي. طيب تكلمنا بانه الريجيم مهم الرياضه مهمه نمط ديال العيش كله اللي خصو يكون متوازن. بزاف ديال الاخوات اللي كيتواصلوا معنا عبر الفيسبوك اللي كتقول لك درت الريجيم درت الرياضه الحمد لله نقصت في الوزن ولكن المشكل ديال البطن واخا نقصت ما تخلصتش منها 100%. هاد السؤال غادي جرنا للعلاجات بالالات والعلاجات بالاشعه. شنو اللي كاين اليوم في المجال الطبي اللي ثبت يعني النجاح ديالو انه غادي ندير مثلا واحد لي سيونس وغنحصل على واحد النتيجه اللي هي مهمه؟ نعم الاكثريه ديال الناس لا نساء ولا رجال افكتيفمون تيقول لك درت مارست الرياضه يعني عملت واحد الحميه اللي هي قاسيه واحد متوازنه فوا قاسيه وتيقول لك نقصت ولا نقص ربما واحد الجويه اللي ماشي هما واحد يعني دي زوندرو اللي ما بغيتش نقص منهم. مثلا تجي السيده عندي في يعني في الكونسلطاسيون تتقول لي نقص من كل شيء الا من البطن ديالي وانا بغيت اصلا نقص من البطن ديالي. فهنا حنا كان اون بروبوز واحد الالات اللي هي ديال الفيزيوثيرابي فاحنا كمراودين هما مختصين في هذا المجال هذا وعلى حسب الشكل ديال الدهون البطنيه اللي عندها تيمكننا نقترحوا عليهم الالات اللي هي غادي يعني تحاول يعني تنقص لهم من هذا المشكل هذا. بالنسبه للطرق فهي يعني التكنولوجيا راه تيلمون ايفولوي تبارك الله تطورت بزاف فغنقول لك يمكن نعالجوا بليزولتراسون يمكن نعالجوا يعني بلا راديو فريكونس كاين عدد ديال الطرق اللي تن باللازير طرق كاينه يعني كثيره بزاف ولكن دائما تيرجع للاخصائي هو اللي تيعرف اشنا هي الطريقه للعلاج. لان مثلا تجي عندك واحد السيده اللي هي مثلا عندها مشكل
ديال البطن اللي هو مرتبط بالمينوبوز او لا مرتبط ماشي بحال السيده اللي عاد ولدت كتجي عندك بوتريتي يعني المشكل ديال البطن ديالها كل واحد ويعني والحصص ديالو كل واحد والطريقه ديال العلاج كاين اللي تيمخصوش يعني الالات كاين اللي غير يعني هذاك التدليك اللمفاوي فهو تيعطي واحد النتيجه على حسب المشكل كاين اللي عنده اضافه الى ذلك مشكل ديال الترهلات اذا كان ترهلات فالطريقه ديال العلاج كتكون يعني مختلفة. طيب ناخذ بهيجة معنا من الدار البيضاء. مرحبا بك بهيجة. الله يبارك فيك لالا. اش اخبارك لاباس عليك؟ لا يخطيك الحمد لله انتم لاباس. الحمد لله بهيجة تفضلي. وي لالا بغيت نسول الدكتور على حساب راجلي عنده الغلاشمون في لو فونتر وما كرهتش تنصحني بشي حاجة ما كيقدرش يدير لو سبور عنده بروبليم في الجنو ما يقدرش يدير حتى شي رياضه حتى نوع الرياضه ما كيقدرش الوغ لبهيجه شحال السن ديال الزوج ديالك 45 عام واش عنده شي مشكل من غير المشكل يعني مشكل شنو عنده في لي جنو ديالو شنو عنده بالضبط المشكل علاش ما تيقدرش يدير الرياضه كان داير بحال هادي اكسيدون دابا بحال كيعيا الوغ اول حاجه اللي تنصحوا بها هي غادي فعوض ما يبقى الانسان حدا مشكل بعدا تنغلطوا فيه دائما تنبقاو نتوزنوا تنقول عندي زدت عندي 80 كيلو عندي 60 كيلو عندي لا من غير ما خصوش يوزن غتاخذ واحد سنتيمتر وغادي تعبر المتر روبون غتعبر شحال عنده في لو تور دو تاي ديالو الا كان في الدور هذا الكرش الا كان التور ديال يعني بالنسبه للومبيليك بالنسبه لهذاك السرع ديال اللي عنده الدور هذا الكرش فايته 102 ديال السنتيم فهنا غادي يولي هنا يمكن نقولوا بروبليماتيك داكوغ دابا على حسب ما فهمت من السؤال ديالك فبغيتي نعالجوا المشكل ديال الترهلات ماشي مشكل يعني الدهون واش عنده الدهون ولا عنده غير الترهلات الترهلات وحتى الدهون الترهلات وحتى الدهون الوغ اللي تنصحوا بها اول حاجه لان عنده مشكل دوبل عنده الترهلات والدهون هي الا ما يمكنوش يمارس الرياضه يمكن له يدير السباحه ما كاين حتى شي مشكل ما غادي واخا يكون عنده مشكل ديال يعني ديال لاكسيدون اللي فايت فيه ومشكل ديال اللي قلتي لي جنو ديالو يمكن له يمارس السباحه هذه الحاجه الاولى ما كانش يعني خصو يحاول خصو ضروري خصو يتحرك الحاجه الثانيه هي غادي واحد الحميه اللي هي خصها تكون متوازنه كان يمكن لك في الدار تساعده باش يدير هذه الحميه هذه ما كانش يشوف واحد اخصائي في التغذيه اللي غادي يساعده داكوغ والحاجه الثالثه تنصحك يشوف اخصائي يعني مروض طبي او طبيب اخصائي في هذا المجال هذا اللي غادي يقترح عليه يعني يا اما الا كانت هذاك الترهلات اللي عنده مفرطه يعني كثيره بزاف فبالتالي ربما تلتجئ لطريقه اخرى اللي هي يعني شيروجيكال جراحيه الجراحة. ما كانش ترهلات كثيره فتيمكن له يدير يعني لا فيزيوثيرابي يعني كاين اليوم الات اللي تتحد من هذا المشكل ديال الترهلات ديال يا اما يعني ديال العضلات او ديال الجلد الا كان ديال العضلات فكاينين الات مختصه كانت ديال الجلد كاين الات مختصه اللي كتجمع العضله وكتجمع حتى داك الجلد تماما واضحه الفكره بهيجه واخا لالا شكرا مرحبا وشوف اول نصيحه هو انه باش يمارس الرياضه خصو يشوف اخصائي اللي غادي يشوف الوضع الصحي والعظام والمفاصل وينصحوا شنو هي الرياضه اللي غادي تناسبوها بهيجه باش كيف ما كنقولوا ما كنجيوش نداويو حاجه ونعورو حاجه اخرى فالله يجيب الشفاء وشكرا على تواصلك طيب سؤالي صوفيا ملي كنمشيو نديرو هاد الالات متى غنحيدو الشحمه غنديروهم للدهون فين كيمشيو هاد الدهون واش الدهون كيمشيو يعني كيذوبوا من بعد كيخرجوا بالطريقه العاديه كيفاش كيتفكوا في الذات ديالنا الاكثريه ديال الالات اللي اليوم تكون فيها ان سيستيم دغينون سيستيماتيكمون باش تخلصوا من هاد الدهون ولكن كتبقى واحد يعني واحد النسبه اللي الانسان يعني كتمشي مع الخروج كتمشي مع فوالا مع الخروج ديال يعني ولا يعني هذه الطريقه باش طيب وعلى اي اساس كيتم اختيار مثلا هذا النوع ديال الالات قلت كاين بزاف ديال الانواع كاين بزاف على اي اساس كيتم اختيارها واش على السمك ديال الدهون وديال الشحمه في الكرش او على حسب السن على حسب الوضع الصحي ولا على حسب مثلا واش المشكل كيف ما قلتي مضاعف ترهلات زائد دهون
الو هذاك الشيء علاش الانسان تيجي ملي كيكون عندنا في يعني في ملي تيجي الانسان يدوز عندنا تنشوفوه تنديروا لا بيو امبيدونس ميتري باش تنشوفوا النسبه ديال الدهون اللي كاينه تنعرفوا اشنا هو المشكل اللي كاين واش هذا مشكل ديال الترهلات واش مشكل ديال كذلك ترهلات يعني بالنسبه للعضلات او لا بالنسبه للجلد تنعرفوا الا كان يعني مشكل عنده بحال مثلا هذا السيد هذا الزوج ديال بهجه واش عنده مشكل كذلك ديال لو غرا اللي كاين على حسب وحنا بالتالي كنقترحوا عليهم الالات اللي هي مختصه اليوم الحمد لله كاين الات مختصه بكل شيء. وشحال كتاخذ الوقت مثلا الالات باش تعطينا النتيجه باش كتبدا تبان النتيجه؟ كاين اللي كيخصو 10 الحصاص كاين اللي خصو 8 الحصاص كاين اللي تيخصو اكثر على حسب الشكل ديال الشحمه اللي كاينه وعلى حسب لاج السن حتى هو كيلعب واحد الدور اللي هو مهم. يعني الا جات عندك واحد السيده اللي في عمرها 30 عام ماشي بحال واحد السيده اللي في عمرها 50 او 60 عام كذلك مرتبط هذا الشيء بالمشاكل الصحيه. مثلا واحد الانسان تيجي عندك عنده كذلك مشكل ديال الداء السكري او المشكل ديال يعني ديال لا طونسيون يعني على حسب المشكل ديال المرض اللي كاين حنا كنعطيهم الاله اللي هي اللي هي يعني اللي كتليق ليه. هنا بغيت جيمري سولفي واحد لو بروبليم كي اسي امبورطون اسي انتريسون اللي هو ملي كيكون الانسان أكثر الناس كل كما قلنا عنده مشكل ديال الدهنيات في البطن فكاين واحد النوع ديال الدهنيات اللي تتكون شويه اللي كتكون ملي كتكون كثيره فهي بالتالي كتكون انفلاماتوار يعني كتدير الالتهابات كتكون كدير الالتهابات يعني هذه كتشكل خطوره على الصحه كتشكل خطوره على الصحه وخصنا نردوا البال لان هذاك لو غرافي سيرال اللي تيكون عندنا كندوي هنا على داك الشحوم الداخليه فهي كت يعني ليبر كتخرج واحد لي توكسين وكتخرج كذلك واحد هذوك لي توكسين اللي هو مثلا لي سيتوكين وكتخرج كذلك شنو هي يعني سموم كتخرج في الدات مواد سامه تتكون تتخرج في الدات وكذلك كتكون يعني هذاك الشحمه اللي كاين كتولي السانتيتيز دي هرمون يعني السانتيتيز دي هرمون. حنا علاش خصنا نردو من هالو لان هذوك لي انفلاماسيون كرونيك تيمكنهم يعطيو بعض امراض مثلا داء السكري الديابيت دو تيب 2 مثلا تيمكنها تعطي مثلا دي مالادي كارديو فاسكولير دير خصنا نردو مع البال كيولي مشكل ديال التونسيون او لا مشكل في القلب يعني هاد الشحوم رد خصنا نرد الا كانت مفرطه راه كتعطي داء السكري امراض القلب والشرايين تعطي مالادي نيرو فيجيتاتيف كالزايمر كتعطي بعض المشكل مثلا بحال كتعطي لي زافي سي كتعطي سيغتان بعض لي كونسير. دونك خصنا الله يخليكم نردو البال ما خصناش نخليو حتى تولي هاد الشحمه هادي مفرطه وحتى الا كانت مفرطه فنبداو نعملو الواجب يعني نديروا الواجب ديالنا نبداو نديروا الرياضه نبدلوا واحد النمط ديال الشكل ديال العيش ديالنا الشكل ديال الاكل ديالنا كيف تناكلوا يوميا يلفو فورني غاني فور مي الا بقى الانسان اليوم وغدا انا اليوم معروض انا اليوم في يومي ديال الرياضه انا اليوم في يومي تحرك اليوم ناكل هادي ما عليش اليوم هادي في الفطور غادي ناخذ مسمنات غادي لا خاصنا نبداو واحد المجهود اكثريه مع السن مع التقدم ديال السن الانسان لو وصل للخمسينات خصو يرد البال باش يبقى الانسان في واحد الصحه اللي هي جيده وما يكونوش عنده مشاكل الاكثريه ديال الالتهابات اللي كيجيو عندنا تنشوفوا لي زارتروز تيقول لك عندي الركابي عندي راه مرتبط لانه الثقل كيهبط عاود الثقل ومرتبط كذلك مع لان الانفلاماسيون تتعطي هذه المشاكل هذه فتيمكننا نتفاداوها وتيمكننا نجنبوها يعني بدل واحد المجهود اللي هو المجهود غنقول لك ذاك المجهود ماشي سهل ولكن راه خاصنا نبداو نبدلوا ذاك المجهود والصحه راه ما عندها ثمن الصحه ما عندها ثمن وما كتخلفش. سؤالي تكلمتي على عوامل الخطوره اللي اليوم الانسان خصو يرد معها البال لان قلتي كتوصل يعني الانواع السرطانات امراض القلب والشرايين داء السكري الى اخره. بالنسبه يعني لهذا شان سميوها ماشي عوامل الخطر على المدى البعيد ولكن على المدى القريب مثلا واش هاد الشحمه اللي كتراكم في البطن ممكن تعطينا الام على مستوى الكرش الام يعني انا غير نحط يدي يجيني الحريق او ما غاديش نحس بصفه عامه لا حيت حنا ما كنفكرش مشو عنده حتى كيجينا الحريق لا بصفه عامه يعني الشحمه ما تعطيش شي الام ولا يمكن كنشوفوها راه تيشوف الانسان البطن ديالو ماشي وتيزيد وماشي وتير الانسان تيشوف اون بو لا بالبي نقيسوها ولكن الم موضعي ما كاينش موضعي بصفه عامه نقول ما كاينش. ناخذ امين معنا من طنجه. مرحبا بك امين. امين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تشكر الدكتور على النصائح على الدروس اللي كتعطينا بصراحه يعني هادشي زعما واحد الاضافه كبيره زعما للناس اللي محتاجينها في هذا الوقت الحالي سيرتو مع
الماكله اللي ولات ومع هذه المواد الصناعيه وكذا دونك يعني مع الاسف كاين بزاف ديال المشاكل الصحيه فعلا. والطون تاع اصوات الماك كما هو معلوم عندنا دور توعوي وشي دائما يعني كيجيب لنا دي كومبيتونس وكيف اكبرين اللي كيعاونوا الناس باش يعني يعطيو اضافه في حياتهم. انا عندي ان فيت جوج مشاكل صغارين. انا يعني دوبي لاج دو 8 طون كندير لو سبور المهم كارير سبورتيف دو فوت اييه دابا لاج دو 40 طون يعني واحد شويه خرجت لي كرش ولكن ما عنديش لاغراس عندي الانتفاخ بحال دابا الجناب ما عندي فيهم والو مع كنجري كنلعب كره حتى الان وداك الشيء عندي الكرش من القدام شي شويه خارجه من حيت مشيت عند الطبيب عطاني واحد لي كومبريمي تاع الكربون وعطاني واحد ريجيم اليمونتير تفكروا مزيان مي مالغري سا ما سا نا با دوني زعما دو بون ريزولتا. حيت سمعت انا توتالوغ الدكتوره كتهضر على دي ماشين قلت واش اسكيا موين ويا اون سوليسيون اللي انا مثلا نستعملها باش نمشي لقاش وقال لي الطبيب كان عندك انتفاخ قال لي ما عندك حتى شي مشكل القولون عندك مزيان المعده عندك مزيانه كلشي الحمد لله شكرا عندك مزيان باغ كونتخ عندك انتفاخ. هذاك الانتفاخ اللي كيجي بعض المرات من الاعصاب كتعصب وقال لي بعض المرات يعني من الماكله كتعشي شويه علم انني دابا يعني الطور ديالي كنفطر كودي فخوي هكا بيضه جوج درجات مسلوقين ما كناكلش الخبز بزاف مره خبزه الشعير يعني عندي يعني ان ريجيم اليمونتيغ يعني عندك نظام غذائي متوازن الحمد لله تاخذ السلطات ناخذ شويه اللحم المهم شويه من الحاجه مي زعما كناخذ كناكل سلو ان ريجيم يعني صحي هادشي اللي كاين غير انا لا كيستيون ديال الدكتوره هي هذاك الانتفاخ يعني انا سمعت كتهضر على دي ماشين ديفلوبي واش كاين شي حل بالنسبه للناس اللي عندهم انتفاخ غير القدام يعني جوج ما كاين عندي والو الحمد لله القدام كلشي شي شويه خارجه فاتروا جينا واحد الشويه مع الصحب فعلا عرفتي دابا الكرش مع الصاد ما كيتلاقاوش في الحال بارد كدفي شويه ياك امين كتشوف واحد تلاقي صوفيا. نعم مرحبا بك سي امين. بالنسبه لهذا المشكل هذا اللي عندك بعدا انا تنهنيك لان تبارك الله عليك عندك واحد الحميه على حسب ما فهمت ويعني برافو عليك وتتبع يعني الناس تبعتي نصائح اللي قال لك الطبيب ديالك يعني كيف قلتي ما تتكثرش من الماكله حاضي راسك مزيان هادشي كله معتبر خصك تستمر به. ثاني حاجه بالنسبه للطبيب ديالك هذاك لو ريجيم ديال اللي عطاك وعطاك قلتي الكربون وداك الشيء هذاك الشيء اللي عطاك كله مزيان خاصك تتبعو علاش باش داك هذاك الشيء كله اللي عطاك على حسب ما فهمت منك راه غير باش تحيد هذاك الالتهاب وداك الانتفاخ اللي عندك داكوغ. منين ما تتكونش يعني مشكل ديال الشحمه وتيكون غير مشكل ديال الانتفاخ بصفه عامه ما كنحتاجوش نديروا الالات لان داك الانتفاخ تنحتاجوا نديروا له غير التدليك الليمفاوي نورمالمون غير يعني بواحد 8 حتى 10 ديال الحصص ماشي مساج هو تدليك الليمفاوي باش هذيك الالاف باش يعني اون ريتابلي لا سيركولاسيون ليمفاتيك باش داك الالتهاب ما تيبقاش الانتفاخ بلوتو الانتفاخ اللي هذا التدليك تيعاونوا بانه الغازات كيخرجوا الغازات تخرج كذلك واللي تنصحك به يعني ما عطيتيناش هاد المعلومه هذه واش كتشرب لي جو بزاف واش كتشرب المناضه الا كنتي تشرب يعني بزاف ديال السوائل الغازيه فبالتالي يمكن هذا يعطيك واحد حتى العصير الطبيعي كيعطيها تمام حتى العصير الطبيعي تيعطيها مثلا الا كنتي كتاخذ بزاف ديال عصير الليمون ولا يعني حاولوا مع الصاد الناس كيكثروا من لي جو دونك رد البال الله يخليك الا كنتي كتشرب بزاف ديال العصير شرب الماء بزاف هذه حاجه مهمه بزاف غنصحك بها ويعني يمكن لك تشوف يعني شي سنتر اخصائي للتدليك الليمفاوي اللي هو غادي تنظن يساعدك بزاف هذا يعني كما قلنا الا ما كانش عنده مشكل كذلك ديال الشحمه. نعم واضحه الفكره امين. شكرا بزاف دكتوره. شكرا اهلا وسهلا شكرا ليك وكنشكر كل مستمعاتنا ومستمعينا. كنشكرك صوفيا بن صودا. نصيحه اخيره جدا نصيحه تكون مفيده جدا واخيره اللي غادي نختموا بها هذا اللقاء معك شنو تقولي للسيدات ولا اي سيده كتعاني من مشكل ديال الكرش فيها الشحمه اولا فيها الترهلات ما خصناش خصنا الشحمه كيف ما قلتي ما خصناش نسكتوا عليها لانه عوامل الخطوره على المدى البعيد شويه صعيبه كيف ما ذكرتي
تماما. يعني اللي كنصحكم به هو ماشي حتى يعني تبطروا براسكم، ماشي تخليوا حتى اليوم غدا مثلا السيده عاد ولدت غتقول لك وبلاتي خصني نتكلف البيبي ديالي خصني. شوف راه المشاكل ديال الحياه ما تتقاضاش فعلا، ويوميا كل نهار كتخرج حاجه، ولكن راه الصحه ديالنا ويفو بونسي ا سوا ميم، يفو سيمي، يفو بونسي ا سوا ميم. راه الانسان خصو يكون يفو ايغويست، خصكم تخمو في راسكم مره كنكونوا شويه اناني، شويه اناني، تخمو في راسكم، تخمو في الصحه ديالكم، لان حتى الا ما كانش الصحه راه ما غاديش يكونوا حوايج اخرين. فبالتالي الله يخليكم خمو وتبداو يعني تبطروا براسكم. الا كان شي حميه نديروها، كان شي رياضه نمارسوها، بعدا الممارسه ديال الرياضه راه خصها تكون عندنا واحد الحاجه اللي هي كاينه ولا ما كايناش الكرش، كاينه ولا ما كايناش الكرش، ماشي غنتسناو حتى تجي، خصها تكون يوميا، خص الانسان يخرج الوقت باش يدير يعني هذه الرياضه. والحمد لله اليوم التاج راه كاينين يعني دي سونتر سبيسياليزي اللي يمكن لهم يساعدوكم باش هذا، وشوفوا مع الطبيب او الاخصائي ديالكم مع النصائح ديالك. للتواصل معك صوفيا بن سودا، للتواصل معايا على 0522 94 81 36 او 0522 39 05 92. شكرا لك. نذكر صوفيا بن سودا اخصائيه في الترويض والعلاج الفيزيائي والتخصيص الطبي. غادي نوصلوا معك لاله بعد لحظات رفقه الدكتور عماد ميزاب اللي غادي يقترح لنا مجموعه ديال الوصفات الطبيعيه اللي غتعاونك لاله انك تنقصي من الوزن ديالك، وايضا وصفات حتى للتدليك الموضعي زيوت طبيعيه للمساعده. الا كنا كنديروا الريجيم وكنديروا الرياضه ومتبعين مع الطبيب وبغينا شي حاجه اخرى طبيعيه اللي غادي تعاوننا، ان شاء الله الحل والجواب بعد لحظه. دائما على اصوات، خليك معنا. فاصل ون